هنا تتجمع أعداد كبيرة من الجالية الكردية التي استفاقت هذا اليوم على عمل عنصري من رجل يبلغ من العمر 69 عاما أطلق النار، وعملية إطلاق النار في الدائرة العاشرة وسط العاصمة باريس أدت إلى سقوط 3 قتلى من بينهم رجلان وسيدة وعدد من الجرحى. نشاهد هنا حشود غفيرة من الجالية الكردية التي أتت لإظهار تضامنها مع أهالي الضحايا الذين سقطوا هذا اليوم، وأيضا لكي يكون لهم موقف بسبب هذه العملية التي وصفها المتحدث باسم الجالية الكردية بأنها لها خلفية إيديولوجية، رغم أن التحقيقات الشرطة في باريس لم تثبت بعد وجود أي صلة ما بين من قام بهذا هذه العملية وإطلاق هذا النار وما بين أي تيارات سياسية أخرى في البلاد.